لأن نبلش بموضوع الصراحة موضوع مهم هسه، وبدي إياكم الآن نصير الأسئلة اللي عندكم أكثر من الكلام اللي عندي يعني. أنتوا شايفين السلايدات؟ شايفين السلايدات؟ دكتور مبينين. طيب. هنحكي عن الفورك والاي اكس اي سي فانكشنز. انا من خلال يعني بعرفش، انا كنت ادرس اليونكس، كنت اعطي الفورك. مين ما يعني مين معتوش فكره عن الفورك بالمره؟ مفروض الفورك كفكره تعرفوها، يعني اللي اخذ اليونكس بيعرف شو الفورك، واللي اخذ اوبريتنج سيستم بيعرف شو يعني بروسيس، واللي اخذ اركتكتشر او ديجيتال او اورجانيزيشن بيعرف شو يعني سمبلي كود او بروجرام كاونتر او شغله زي هيك، صح؟ كل هذا المفروض يعني الان هحاول قدر الامكان هيك ابسطه مع بعضه كله اجمجه عشان نفهم شو اللي صاير. الان انا بعتمد على اسئلتكم تسالوني عشان اجاوبها، بس يعني كفكرة عامة المفروض تكون واضحة بالنسبة لكم. طيب، الفورك هو سيستم كول موجود باليونكس. اللي سألني المرة الماضية عن الكودينج أندر ويندوز، هذه الفورك موجودة باليونكس، ماشي؟ عشان هيك أصلاً الانكلود فايل تبعها UNI standard اللي هي Unix standard.h، ماشي؟ هي موجودة باليونكس، وهذا الكود الآن صرنا نشتغل سبيسيفيك لليونكس اوبريتنج سيستم. شو وظيفه الفورك؟ كرييت ا نيو بروسيس، ماشي؟ كرييت ا نيو بروسيس. طيب انا هسه بدي اسال عبد الله الضامن، شو يعني بروسيس؟ البرنامج لما يشتغل دكتور، البرنامج لما يشتغل كويس، يعني انا بحاول هيك اكو شويه باك جراوند عشان بس نتاكد انه ماشيين معي، ماشي؟ طيب، اذا البروسيس مجرد ما اعمل دبل كليك على برنامج ويشتغل هذا صار اسمه بروسيس، صار بروجرام وايل بينج رانينج. طيب الان الفورك بترجع شغلتين يا جماعه، بجوز هي هاي اللي بتخربط الطلاب مرات، ماشي؟ الريتيرن فاليو تبعتها. هسه الان شو معنى كرييت نيو بروسيس؟ يعني أحاول إذا هيك نرسم شوية رسوم اللي الآن لو إجينا قلنا هاي البروسيس القديمة، صح؟ هسا البروسيس القديمة شو فيها؟ هذول instructions يا جماعة، صح؟ instructions، أكتبها هيك اختصار instruction. اللي بده يسأل يرفع إيده عشان أنا أختار الوقت المناسب اللي يسأل. طيب في instructions هسا كيف بتشتغل instruction؟ أنت بتعرفوا بنعمل fetch، نقرأ instruction هذا، نعمل له decode execute، ونروح على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده حتى نلاقي. طبعا أنا instructions هاي كلها بالباينري، ماشي جماعة؟ باينري، بس أنا بدي أكتبها هون عشان بس نوضح الفكرة. في عندي هون فورك، هاي فورك شو بتساوي؟ سو انا اشتغل في عندي هون اشي اسمه بروجرام كاونتر، صح؟ البي سي اللي بنسميه بروجرام كاونتر، هو اللي بيمشي فيتش نزيد اثنين وبيأشر على النكست انستراكشن حتى يصل للفورك. شو بيساوي مباشره؟ طبيعه عمل الفورك مباشره، اذا وصل للفورك هتعمل بروسيس ثانيه. البروسيس الثانية شو فيها؟ فيها نفس الانستركشنز الموجودات هون، وهي كمان فورك وكمل زي ما في هون انستركشنز كملة، ماشي؟ كويس؟ طيب وشو فيها كمان؟ بتعرف ان كل بروسيس لها كمان بروجرام كاونتر،
وكل بروسيس إلها ريجسترز وستاك ومش عارف شو يعني. يعني إحنا الآن خلينا بس نفهم اللي بهمنا يعني ماشي. طيب هاي البروسيس، هاي البروسيس سميها البيرنت. يكون مقروء الخط. هاي بيرنت وهاي اسمها تشايلد، صح؟ هذا كله المفروض بنعرفه، بس أنا بحاب أعيد للي مش عارف أو اللي جاي من different background. اوكي اوكي هسا البروسيس هاي البيرنت والبروسيس هاي الشايلد فيهم نفس الكود ماشي. شوفوا قبل ما احكي عن return value خلينا نقرا الجمله هاي. inheritance all descriptors open in the parent before fork. يعني انا هون كنت فاتح socket وكنت فاتح file ومش عارف مش عارف شو، كل هذول الموجودات هون are shared with the child. يعني الchild هون نفس الشيء، يعني لو جيت قلت له هون اكتب على socket مباشره بيكتب على socket اللي كانت هي هون، ما هي معرفه، ما هو الكود نفس الكود الموجود بالبيرنت موجود بالchild. اذا هي بتاخذ كل خصائص الموجوده هون بالvariables والsockets والfunctions المعرفين هون كمان بيشتغلوا هون ماشي. طيب هسا نيجي للريتيرن فاليو. هسا الان لاحظوا الفورك عملت تو بروسيسز اللي هم البيرنت الاصلي والتشايلد. الريتيرن فاليو للبيرنت اللي هي البروسيس اي دي تبعت التشايلد. والريتيرن هو الفورك كون موجوده هيها زي ما في هون، الريتيرن فاليو للتشايلد زيرو، هذا في حاله السكسس. طبعا في حاله الايرور ترجع ناقص واحد، طبعا في حاله الايرور مش راح يصير تشايلد، فبترجع ناقص واحد لمين؟ للبيرنت. اذا انت بالكود تبعك بدك تعمل اف ستيتمنت. هسه كيف تميز انت داخل التشايلد ولا البيرنت؟ واحد يجاوبني. أحمد بهمام. أحمد بهمام. أنا دكتور. الآن شو بتفيدني معلومة، كيف أميز إنه أنا بالchild ولا بالparent؟ مو بالreturn أعتقد. بدي أحطها بـ if statement. بدي أحط الفورك بـ if statement. طيب. if الretain value كانت صفر أنا بالchild معناته. هذا child. إذا رجعت البي ال اف ال عفوا ال بي اي دي، اذا انا البيرنت. طبعا انا كبيرنت بهمني اعرف البي اي دي عشان هيك ترجع لي، لانه بكثير البيرنت تلاقي عنده اكثر من تشايلد، بس التشايلد هو عارف حاله فبرجع زيرو، هو عارف حاله. يعني اذا بده البيرنت حاله تبع حاله بس بيعمل فانكشن اسمه جيت بي اي دي، هو كمان بيعرف البيرنت بسميه جيت بي بي اي دي بيرنت بروسيس اي دي، بس ما في فانكشن اسمه get child PID لأنه في أكثر من واحد. يعني parent بجوز عامل 20 fork ففي 20 child، لما أقول له get child ID which one ما في. عشان هيك لما أعمل fork بالparent بيرجع لي PID تبعت child اللي صار له fork اللي صار له creation، واضح؟ عشان هيك parent بكيب track كل children تبعونه من خلال PID اللي بترجع لما أعمل fork. عنده 4-5 PIDs وعارف كل واحد مثلا لمين ترجع، بس بالchild ما فيش إلا parent واحد، فبقدر أقول له kid get PPID بجيب parent إلي، أو get PID بجيب البروسيس اللي إلي. شيء واحد بقول له رجع لي صفر قديش حالي، ما بقدر أسأل عن حالي زي parent، بقدر يسأل عن حاله كمان وبقدر يسأل عن parent تبعه بنفس الطريقة، واضح؟ إذا هاي فهمنا الريتيرن فاليو تبعت الفورك. أنا بدي أسأل سؤال، بدي أعتبره بونص، اللي بده يجاوب يرفع إيده ماشي؟ اللي بده يجاوب يرفع إيده وبعدين بعطيه الجواب عشان أعرف كل واحد شو بده يجاوب. مش إحنا قلنا إنه الفورك هاي تعمل بروسيس كويس. طيب هسا خليني أسأل قبل السؤال، بدي أسأل سؤال ثاني.